دلوقتي انت بطل مصر وافريقيا في تنس الطاوله صح؟ يعني مصر وكنت تاني افريقيا. خليها افريقيا. لو لعبناك ماتش مع ابراهيم، تحب تلعب ماتش مع ابراهيم؟ لا طبعا. بجد والله؟ طبعا. طبعا. ليه ما بتعملوش الحاجات دي يا دكتور علاء وتبقى حاجات جميله وتبقى حاجات الناس تصورها وتنقلها، تبقى حاجات جميله قوي يا دكتور علاء. والله انا فاكر يعني، وابراهيم برضو ياكد لي، انا فاكر من السنه اللي فاتت في فاينل الدوري خلينا ابراهيم يلعب في قلب مباراة الدوري بتاعت الاهلي والزمالك في النهائي بعض النقط في فترة كده الماتش فيها متوقف وكانت مذاعة اظن على قناة الاهلي يمكن او مش فاكر انه قناة ساعتها النيل الرياضة يمكن لكن يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني الموضوع ما خدش الحجم الدعاية الكافي فيعني طبعا انا برضو في الاول في الاخر دكتور مش شاطر قوي في الحته دي. ادهم شراره رئيس الاتحاد الدولي محترف تسويق فلما نقلنا الموضوع ليه وهو تولى لنا التسويق لابراهيم او الدعايه لابراهيم ادانا دفعه قويه جدا، وانا بعتبر ان دي من انجح الحاجات اللي احنا عملناها في الاتحاد في الاربع سنين. قول لي دكتور، احنا كدول عالم ثالث مدى الاهتمام بحد زي البطل ابراهيم والناس في اوروبا وفي امريكا، شايف المقارنه عامله ازاي؟ والله يا كابتن احمد يعني مش بعيد ان احنا نبقى كده، مش بعيد ليه ما نبقاش؟ يعني احنا شفنا لما الموضوع اتعرض كويس ولما قلنا لحضرتك وان شاء الله انا متوقع ان يعني بعد برنامج حضرتك هيبقى في حاجات في وسط برنامج دلوقتي هيبقى في حاجات كتير كمان ان شاء الله هيبقى في حاجات كتير قوي لابراهيم لكن احنا محتاجين ان احنا يعني ايه نلقطها بدري شويه او نعرفها بدري. انا فاكر وانا في بعثتي في كندا يعني في حاجه ابراهيم كان بيتكلم دلوقتي على الانسان اللي ما بيشوفش مثلا ضرير او كده، هو كان بيتكلم يعني انا رحت هناك في المستشفى لقيت واحد بيشتغل في المستشفى حاطينه فين؟ حاطينه في الاوضه بتاع تحميض الافلام، ما كانش لسه في افلام ديجيتال، اوضه ضلمه وهو ما بيشوفش فطبيعي اللي ما بيشوفش هيروح في الاوضه الضلمه مش فارقه معاه، فاحلى واحد يحمض كان افلام هو كده. فشوف الفكر بتاع الناس بره ايه، فده اللي احنا عايزين نوصل له، ان نشوف ايه اللي يناسب. يعني عندنا ناس كتير بتتحدى بدرجات متفاوته، ارادتها قويه بدرجات متفاوته، كل واحد فيهم لو اتبص له البصه الصح واتعمل له الحاجه الصح وناس اهتمت بيه هنقدر نعمل حاجه كويسه وهم يستحقوا. معايا مكالمه مهمه، والمكالمه دي يعني طلبت وانا في الفاصل وطلب متحدثها انه يكلمك لانه كاد ان يبكي وبيكلمني في التليفون. يا ابراهيم الحقيقه من يعني من اعجابه وفخره وسعادته بيك. معايا استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا استاذ ممدوح. مساء الخير يا كابتن شوبير. ازيك يا فندم؟ مساء الخير على ضيفك. مساء الخير يا فندم. عنوان للاراده والتحدي والمصريه والمصريه والوطنيه وعدم الاستسلام وعدم اليأس. انا مش مصدق، لا صدقته هو بيكتب خط ولا صدقته هو بيلعب بينج بونج، انما انا عاوز اقول ان هو راجل استخدم فمه الاستخدام الامثل بدل ما بدا، مش زي الناس اللي بتستخدم افواهها في نشر اشاعات والتربص وانت عارف كل قصص الامراض الاجتماعيه اللي موجوده في المجتمع. انا مش هطول عليك لان انا مستمتع بالراجل ده وعاوز اشوف منه اكتر. انا بس هقول حاجتين. هقول نمره واحد ان هو انت وهو تشرفوا في الوقت اللي يعجبكم واللي يناسبه عشان انا عاوز اشوف في المكتب. وعاوز اقول انه اي اجهزه تعويضيه في ايدي الاثنين انا متكفل بعلاوه.
اي اجهزه تعويضيه سيحتاجها هذا الرجل انا متكفل بيها، متكفل بيها تماما، وعاوز اقابله علشان بعد اذن حضرتك ليه عندي مكافاه خاصه انا هديها له، او هنتفق مع بعض على شكل ازاي ابقى موجود في حياته، مش بطريقه تمبرري لا بطريقه دائمه، ابقى موجود في حياته. وانا هو راجل دمياطي، دمياطي شاطر، وانا راجل من عشاق راس البر من زمان قوي، فانا بحب الدمايطه، وانا بس كل ما ارجوه ان هو يشرفني وانت تيجي معاه. وانا عاوز اقول لك حاجه يا كابتن كبير، انت الواحد بيشرف ان انت بتخليني اشترك في حاجات زي كده، ده شرف لينا والله. ده مساله انا بحبها. هي أجهزة تعويضية، في دكتور دكتور ألماني جاي مستشفى هنا جنبنا في أكتوبر يوم كمان يومين، إذا كنا عاوزين نعرضه عليه نعرضه عليه. هو راجل احنا نعرفه شخصيا ودكتور كبير جدا في العظم، ونعرضه لا. وأي أجهزة تعويضية ربنا هيقدرنا ونعملها له إن شاء الله. ابراهيم مشكورك يا ابراهيم. لا لحظه واحده بس، ابراهيم عايز يقول لحضرتك حاجه. ربنا يبارك فيك يا فندم. بس هي ابراهيم حمدته يعني وصل العالميه بكده. انا الحمد لله رب العالمين، يعني ايدين رجاله مصر الشرفاء اللي زي حضرتك وزي الدكتور علاء مشرف وزي الباشمهندس ادهم شراره وزي الباشمهندس خالد الصالحي وزي الاستاذ كامل درويش وزي ناس كتير قوي كلهم ايديا. فانا مش محتاج ايديا دلوقتي في حاجه، انا ايديا الحمد لله رب العالمين هي ايدين ناس رجاله مصر الشرفاء. فانا دلوقتي اتعرفت بالوضع ده وعشت حياتي واقلمت حياتي على كده والحمد لله رب العالمين. وانا بشكرك جدا 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 يا فندم. ولكن هي في جزئيه بس، يعني هتشرفني على فنجان تمام قهوه وتسمح لي بقى انا اللي هشربك فنجان القهوه. بشرب لوحدي يا فندم. وان شاء الله شوف كابتن احمد نعم. مع بعض وتشرفوني. شكرك. وانا انا 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 يا ابني يعني دموعي غلبان. ده صحيح، دموعي غلبان والله. دموعي غلبان. ربنا يبارك فيك يا فندم. شكرك يا استاذ ممدوح، شكرا جزيلا. وخلال يومين هنكون عند حضرتك في المكتب انا والبطل ابراهيم. عندنا بقى مكالمه كمان مهمه قوي معايا الاستاذ عمرو وهبي مدير التسويق السابق في الاتحاد المصري لكره القدم، وهو الان يعني له شركه هامه جدا في التسويق، وبرضه في الفاصل طلبني انه طلب ان يقول حاجه مهمه على الهواء. ده كان اتفاق سبحان الله بيني وبين الدكتور علاء، لكن ربنا عز وجل والله بلا ترتيب مسبق لقيت عمرو صديق عزيز عايز يعمل حاجه كويسه وبلدنا فيها حاجه حلوه، فيها مليون حاجه حلوه. ريت تجهز الاغنيه دي بس نسمع الصديق العزيز عمرو وهبي. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا دكتور علاء. مساء النور. مساء الخير يا بطل يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. انا طبعا بشكر الكابتن احمد في البدايه على ان يعني البرنامج بتاعه ان هو عرفنا على يعني مصري، ومعنى كلمه مصري اراده. يمكن الجزئيه دي افتقدناها كتير جدا. يمكن يعني مش هقول اتاثرت، لا انا مش عايز اقول انا قصه تعاطف، لا انا مش متعاطف، انا فخور ان واحد من بلدي عنده الاراده دي. ان انت قد تكون ملهم ومفجر طاقات كبيره جدا جوانا كلنا. يمكن انا اتاثرت جدا. انا مش عايز اقول لحضرتك انا من اول ما شفت البرومو بتاع الكابتن احمد والبرومو بتاع الحلقه وشفت اللقطات وشفت حضرتك والتواضع الرهيب اللي حضرتك فيه، يمكن انا خدت موقف وقرار في ساعتها ان احنا شركه مهتمه بالرياضه، مهتمه بالتسويق الرياضي، مهتمه بال يعني بنبتدي احنا ننشر حتى كمان الجزء الاعلاني في الرياضات الفرديه، ولعلها تكون فرصة جيدة. ومش هقول أكتر من كده، إن نكون نبتدي بالرياضة الفردية من خلالك يا ملهم يا بطل. استمر وإحنا وراك وهندعمك رياضيا بكل الصور اللي أنت ممكن تتخيلها. لأي عدد من السنين ربنا يديك الصحة وطولة العمر. تليفوني مع الكابتن أحمد وربنا. إذا أنتوا هتبقوا رعاة لإبراهيم. لو إبراهيم وافق ده يبقى شرف لينا بكتير. ده شرف لي انا يا فندم، شرف لي انا عمرو بيه.
ربنا خليك يا استاذ ابراهيم، وبالتوفيق لحضرتك، ونتمنى لك كل صحه وكل خير، وتاكد ان في ناس انت مشرفهم ومشرفنا كلنا 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 كرياضيين. الواحد بيحس مش عايز اقول لحضرتك ببقاله اللي هو بيعمله، فعظمه اللي انت بتعمله. الحمد لله. شكرا جدا يا كابتن على فتح الفرصه. اشكرك يا عمرو، شكرا جزيلا. ابراهيم ما شاء الله، يعني شايف المصريين عامل ازاي، شايف انت مأثر في الناس ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هو ده يمكن الفضل الله، ثم زي ما قلت الباشمهندس ادهم شراره والباشمهندس خالد الصالحي الدكتور علاء، حتى يعني لما الباشمهندس ادهم عارف القصه فقال لي طبعا انت محتاج مرافق، فقلت له اه يا ريت، فقال لي طيب هات المرافق. فكان المرافق فعلا كان هو كان انسان من الناس المحترمه جدا، شخصيه لذيذه، الاستاذ كامل درويش، يعني كان من الناس اللي يعني مش عارف، يعني انا مش عارف اشكره ازاي. كان برضو قبل السفر برضو الاستاذ نبيل ابادير من الناس اللي فعلا ساعدوني في الفتره اللي فاتت دي، في التمرين، في اللبس، في الادوات، لان طبعا حضرتك عارف ان ادوات تنس الطاوله النهارده زي ما الدكتور علاء عارف بقت مكلفه جدا جدا جدا. يعني المضرب تنس الطاوله النهارده ب 2000 جنيه، المضرب ب 2000 جنيه، المضرب ب 2000 جنيه. اللبس نفس القصه، مكلف جدا. الترابيزات تنس الطاوله، يعني انا عشان كنت بروح اتمرن، الدكتور علاء يعرف ان انا مثلا بركب من كفر سعد لدمياط الجديده عشان اروح اتمرن. لحد دلوقتي كان التمرين في حد ذاته كان بالنسبه لي، يعني انا رايح اتمتع، لان تنس الطاوله بالنسبه لي اتمتع، تتمتع تنس الطاوله بالنسبه لي هي متعتي. انما كانت في فتره من الفترات يعني كان الواحد بيبقى حزين، لانك مش لاقي النهارده المكان اللي اتمرن فيه، مش لاقي النهارده اللي يرعاه، مش لاقي النهارده اللي مديني بالادوات. يعني المضرب اللي معايا، انا عمري في حياتي ما لعبت بجلدتين جداد. الدكتور علاء عارف ان احنا مثلا في الانديه اللاعب بيلعب بالجلده بتاعته ماتش واتنين وبعدين بيبيعها او يرميها. انا كنت بشتري الجلد المقصوص ده القديم العب بيه. اول مضرب لعبت فيه بيه في حياتي كان جلدتين مربعين وخشبه جديده، كان من بطلنا اخويا حبيبي كابتن سيد لاشين. برضو انا يمكن اللي بركز عليها في شكري شركه ستيجا، لان شركه ستيجا طبعا جابت لي وفرت لي كل حاجه النهارده في اليابان، من لبس الادوات كل حاجه في اليابان. طبعا البتر فلاي برضو كانت معايا ومسانداني. ولكن يعني انا لو جيت هشكر ناس كتير جدا جدا يا كابتن احمد، ودول هم اللي وصلوني اللي انا فيه، والحمد لله رب العالمين. انا فعلا كنت حاسس بالفخر ان انا النهارده بتكرم من الاتحاد الدولي، وبقعد جنب الباشمهندس ادهم شراره، وابطال عالم بيطلبوني عشان يلعبوا معايا. فده تكريم في حد ذاته. تكريمي بقى النهارده في وسط حضرتك النهارده والدكتور علاء والباشمهندس والاستاذ ممدوح عباس والاستاذ عمرو، ده يعني فعلا ده اللي كان ناقصني، والحمد لله رب العالمين. يبقى كده انا ربنا راضي عليا، والدتي بتدعي لي، وزوجتي راضيه عني، وكله ربنا يكرمك. هروح لفاصل وارجع تاني لهذا الحوار الممتع. عندنا لقطات، هاتوا لقطات ابراهيم، عايزين نتفرج عليه. اجيب لكم هنا ترابيزه تنس طاوله واقوم اكسبه في التنس طاوله، اوريكم المهارات عامله ازاي. فاصل ويلا نرجع.